هما نجما حديقة حيوانات الزوراء في بغداد، نمران سيبيريان توأم لا يتجاوز عمرهما 3 أشهر. معنا النمور والده جديد، فجبنا ابني وجينا كان نشوف النمر الجديد الصغير، فوديت ابني لليم النموره ففرح جدا. هذان الشبلان هما جزء من مجموعة جديدة من الحيوانات الوافدة حديثا إلى الحديقة. حديقة الزوراء كانت في وضع مترد بعد الحرب مع عدد قليل من الحيوانات، لكن المسؤولين عنها استطاعوا إحيائها من خلال التمويل الخارجي. أن تكون كل حيوان يعيش كأنما في البيئة المناسبة له، حيث سعينا إلى ذلك وحققنا ولادات كثيرة في قسم كبير من الحيوانات، وهذه السنة بالأخص حيث حصلت ولادات لللاما، حصول ولادات للذئاب، حصول ولادات للنمور. تضم الحديقة اليوم أكثر من 1000 حيوان، بعضها ولد فيها والبعض الآخر أحضر من الخارج. فترة قاعد تجي حيوانات وقاعد يطورون بالبناء بالنسبة للزوراء، قاعد شوي شوي مثل ما تقول مسيرة الإعمار ماشية بيها، قاعد تنبني، أكو ألعاب قاعد جديدة قاعد تجي، حيوانات تجي قاعد تجي، فشغلتها كلش حلوة، فالعالم دائما ترغب لهيك وضعية يعني. مع تصاعد الأرقام تأمل حديقة الزوراء في بغداد أن تستعيد مكانتها كأكبر حديقة حيوانات في الشرق الأوسط.